صباح الخير زاهر، صباح الخير مشاهدينا الكرام. ما هي إلا 3 أيام ويتوجه الناخبون الأمريكيون إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم المقبل لمدة 4 سنوات. واستعدادا لذلك اليوم يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن ولاية الغرب الأوسط بحثا عن الدعم قبل وصول السباق الرئاسي إلى محطته الأخيرة في 3 من الشهر المقبل، أي بعد 3 أيام كما قلنا. وقبل الانتخابات المقررة عقد ترامب تجمعا انتخابيا في ميشيغان ثم توجه لويسكونسن ومينيسوتا، وزار بايدن بدوره ولاية آيوا قبل التوجه إلى ولايتي ويسكونسن ومينيسوتا أيضا في أكثر أيام حملته ازدحاما حتى الآن. هذا وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي بمحاولة منع إقامة تجمع انتخابي له، فيما بدا أن عددا قليلا من أبناء الولاية حضر الفعالية الانتخابية فعلا. يقرب من 25,000 شخص أرادوا القدوم إلى هذا التجمع اليوم، وأستطيع أن أرى الكثير منهم. الحاكم الديمقراطي لولايتكم حاول منع تنظيم هذا التجمع وتكميم أفواه أبناء مينيسوتا وأن يسلبكم حقوقكم وحريتكم، لكنني رفضت وأخبرته أنني لن أتخلى عن شعب مينيسوتا. من جهته تعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن بعدم إغلاق الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية. وخلال تجمع انتخابي في ويسكونسن اتهم منافسه الجمهوري بالاستسلام للوباء. هذا الأسبوع سجلت ولاية ويسكونسن كباقي الولايات الأخرى رقما قياسيا في الحالات اليومية. لقد وصلنا الآن إلى 9 ملايين حالة في الولايات المتحدة. لقد انخفضت وظائف التصنيع في هذه الولاية بمقدار 20,000 وظيفة منذ بدء الجائحة. والشيء الذي يزعجني أكثر من غيره هو الرئيس الذي استسلم للوباء. قال مسؤولون أمريكيون أن القراصنة الإلكترونيين الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأمريكيين في وقت سابق من هذا الشهر نجحوا مرة أخرى في الدخول إلى بيانات عدد من الناخبين الأمريكيين. وأكد بيان مشترك لمكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة أمن الإنترنت بوزارة الأمن الداخلي صحة جزء من مقطع مصور وزع في إطار حملة تضليل لاقت اهتماما وجيزا عقب الكشف عنها قبل أيام. وأوضح البيان نجاح الجاني في الحصول على بيانات تسجيل ناخبين في ولاية واحدة على الأقل. هذا وتتاهب السلطات الأمريكية لمواجهة أي تسلل إلكتروني محتمل في الانتخابات الرئاسية. الآن من نيويورك ينضم إلينا مراسلنا هناك نبيل أبي صعب. صباح الخير يا نبيل. مشاكل وصعوبات تقنية كثيرة تواجه السلطات الأمريكية باقتراب الانتخابات، مثلا ما حدث في محاولة التغلغل الإيراني إلكترونيا في عملية الانتخاب، ولكن هناك مشكلة بالتحديد في ولاية نيويورك وهي المشاكل التقنية التي واجهتها الولاية في عملية التصويت المبكر باعتبار أنها لأول مرة تعتمد نظام التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية. صحيح، يعني هذه عينة واحدة من عدد كبير من المشكلات التقنية تعانيها ولاية نيويورك. العدد التقريبي عموما بالنسبة للتصويت بالبريد في السنوات السابقة والذي كان يتطلب عذرا يعني قانونيا، هذا العام هناك دفق بأضعاف مضاعفة من الأوراق المخصصة لعملية الاقتراع. في مدينة نيويورك مثلا العدد الإجمالي كان نحو 100,000، الآن العدد تجاوز 1,200,000، وبالتالي القدرة اللوجستية بالنسبة لمجلس الانتخابات لا يستطيع أن ربما يقوم بهذه المهمة على الأقل ضمن الإطار الزمني المعقول أو القريب من يوم الانتخابات، وبالتالي التوقعات هنا اليوم تشير إلى إمكانية الانتهاء من فرز وعد الأصوات في ولاية نيويورك بحلول شهر كانون الأول ديسمبر، وبالتالي هذا قد
يعني أن عملية فرز الأصوات ستستغرق نحو شهر كامل بعد انتهاء الانتخابات. هذا الأمر قد لا يسبب مشكلة على مستوى الانتخابات الرئاسية، إذ أن نيويورك محسومة تقريبا بالنسبة لوجهة الأصوات لصالح المرشح الديمقراطي، ولكن المشكلة قد تظهر على مستوى الانتخابات التشريعية أو مجلس النواب ومجلس نواب الولاية أيضا، وليس فقط مجلس النواب الوطني. وبالتالي هذه المشكلات تظهر تباعا، وهناك تراشق وتبادل للاتهامات والملامة بين مسؤولين محليين، بينهم حاكم الولاية أندرو كومو الذي انضم اليوم إلى هذه السجالات وناشد لجنة الانتخابات الإسراع في إصلاح الأعطال. أيضا هناك تخوف كبير من الوضع الأمني في نيويورك. لاحظنا أن عددا من المتاجر يقوم ب يعني غلق الواجهات بألواح خشبية. أيضا هناك تقارير محلية تشير إلى استعانة بعض المتاجر والأبنية السكنية بشركات أمنية خاصة سوف تعمل عشية الانتخابات وبعد يوم أو يومين من انتهاء الانتخابات، تخوفا وتحسبا للقيام بأعمال يعني شغب ربما أو مواجهات قد تشهدها نيويورك في ضوء الانتخابات. نعم، شكرا جزيلا لك نبيلة بصعب من نيويورك، شكرا جزيلا. والعمليات الاحترازية الأمنية تلك للمحلات وواجهات المحلات التجارية تحدث هنا أيضا في العاصمة واشنطن، بالتحديد في المناطق المحيطة بالبيت الأبيض وسط العاصمة. شكرا لك نبيلة. في تولسا بولاية أوكلاهوما الآن تحتل الانتخابات أهمية خاصة، ستقرر كما يقول الناخبون هناك المسار الذي تذهب فيه الولايات المتحدة في السنوات المقبلة. فقد شهدت المدينة قبل نحو 100 عام من الآن مجزرة ارتكبها أمريكيون بحق بيض بحق مواطنين أمريكيين من السود. لنتابع التفاصيل في هذا التقرير. تعيش لورين ويليامز في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما حيث ولدت وترعرعت. تشكل الانتخابات كما تقول أهمية خاصة لها، ليس فقط بسبب من سيفوز بها، ولكن أيضا لأنها تريد أن يعرف الجميع تاريخ المدينة، حيث حدثت واحدة من أبشع المجازر بحق الأمريكيين من أصول أفريقية. ترعرعت في تولسا، لا يعرف أحد ما حصل هنا. عن مجزرة 121 يجب أن يعرف العالم عنها. على بعد خطوات من منزلها شيد هذا النصب التذكاري ليخلد ضحايا المجزرة ويذكر العالم بما حدث هنا. يفتح هذا المكان جرح العنصرية من جديد، يعيد إلى الذاكرة أحداث مجزرة حدثت قبل نحو 100 عام، لكنها أصبحت شاهداً على تاريخ المدينة. تغير حال المدينة الآن، نهضة عمرانية بفعل الصناعات النفطية المحلية. يقطن فيها 400,000 معظمهم من الأمريكيين البيض، لكن ذكرى المجزرة لا تغادر المكان وتعود مع موسم الانتخابات الرئاسية. أعتقد أنه كان هناك دائماً كره فيما يتعلق بالأعراق، ليس الجميع ولكنه موجود. أعتقد أن نتائج انتخابات 2016 أيقظت العنصرية النائمة، وهذا له تبعات. والتبعات كما تقول أخته التي تشاركه الرأي هي أن أمريكا عادت خطوات إلى الوراء. بالنظر إلى الانتخابات التاريخية التي فاز فيها أوباما، فقد شعرنا بالتغيير وتحمسنا للاتجاه الذي ذهبت فيه أمريكا وتقدمنا خطوة، ثم جاء ترامب فتراجعنا خطوتين إلى الوراء. يقول البعض هنا إن من الضروري وقف هذا التراجع بالتصويت في هذه الانتخابات، فتاريخ تولسا شاهد على ما يمكن أن يفعله الانقسام بين الأعراق المختلفة. ريما أبو حمدي، العربي، من مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.
تعتبر ولاية ألاباما من الولايات الأمريكية التي شهدت تحولا من الحزبي الديمقراطي باتجاه الحزب الجمهوري في سبعينيات القرن الماضي، وقد أصبحت ألاباما منذ ذلك الوقت ولاية محافظة يهيمن عليها بشكل كبير الحزب الجمهوري والمحافظون. لنتابع هذا التقرير. في أكثر الولايات الجمهورية صرامة كما توصف ولاية ألاباما، يحاول هؤلاء رغم قلة عددهم إحياء اللون الأزرق في ولايتهم من جديد. هم أقلية عرقية ينتمون للحزب الديمقراطي ويسعون لإحداث تغيير مستقبلي. أمامهم طريق طويل ومهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة كما يقولون. لو كان لدى الأشخاص من ذوي البشرة الملونة القدرة على التغيير لما حاولت بعض الجهات قمع أصواتنا. عندما نتواجد سنحدث فرقا، وهذا هو التحدي. تعد ألاباما من أبرز معاقل الحزب الجمهوري، هيمنة شبه كاملة للجمهوريين على القطاعات كافة، تجاريا وصناعيا واقتصاديا وزراعيا وحتى سياسيا. هناك ستة جمهوريين وديمقراطي واحد من سبعة مندوبين في مجلس النواب بالكونغرس من ألاباما، وهذا بسبب أن المشرعين الجمهوريين سيطروا على السياسة بطريقة مكنتهم من ضبط مناطق التصويت وإحداث بعضها في المقاطعات. لم تؤثر نسب الفقر العالية والحد الأدنى للأجور في آراء ناخبي ألاباما. يصر أفقرهم على التصويت للجمهوريين. الهوية المحافظة هي السبب. هم يخشون على معتقداتهم ومبادئهم من أي تغيير في القضايا كالإجهاض مثلا. الناس الفقراء يصوتون للجمهوريين لتغيير نمط حياتهم. الديمقراطيون افتتحوا متاجر الخمور وعيادات الإجهاض لتحطيم منطقتهم ومجتمعهم. لدى ألاباما دستور من أطول دساتير العالم يركز السلطة بيد الحكومة المركزية ويمنعها عن حكام المقاطعات، كما لا يجيز تغيير القوانين. أسباب أخرى ربما تبرر توجه الولاية الجمهورية وغياب الديمقراطيين عن المشهد. يحكم الجمهوريون قبضتهم على كافة مفاصل الحياة في ولاية ألاباما بأغلبية ساحقة، فالحصول على الأصوات التسعة في مجمعها الانتخابي أمر شبه محسوم، مما يسهل مهمة أي مرشح جمهوري في طريقه إلى البيت الأبيض. وسام زين الدين، العربي، من مدينة مونتغومري عاصمة ولاية ألاباما. النافذة مشاهدينا الكرام انتهت، عودة إلى لندن وزهر.